رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مواصلين في استقبال ضيوفنا مع تقدم الاتحاد المنستيري في نهايه مع نهايه الشوط الاول تقريبا دقيقه 46 من المقابله 1 بلاش قدام اهلي طرابلس اللي بهدف فهمي بن رمضان في المقابله. عام منذ شكايه قدمت بها رابط أحباء النادي الإفريقي قدام لجنة مكافحة الفساد، دوسي كامل في قضايا نتاع سوء تسيير في النادي الإفريقي. وين وصلت الموضوع هذا بعد عام بالضبط؟ باش يكون معنا بالتليفون قيس خنثير رئيس رابط أحباء النادي الإفريقي. سي قيس أهلا بك. أهلا وسهلا سلام، مرحبا بمستمعين إكسبريس إف إم. دونك كما كنت تسمع فيا سي قيس، تقريبا عام منذ الدوسي اللي قدمتوه قدام لجنة مكافحة الفساد وقع أيضا استماع لكم، حبيت أسأل أول حاجة وين صار، وين وصل الدوسي هذا، قاعدين نتبعوا فيه ولا؟ الدوسي تبعناه في الأشهر الأولى، من بعد كما نقولوا كان حسينا اللي ما فماش رغبة في رفع الملفات هذه للقضاء. نحن معناتها رفعنا ملف فيه 15 نقطة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ملف فيه معناتها شكوك معناتها متاع فساد، وزاد كيف شكوك الأخطاء فادحة. طلبنا التحري، طلبنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التحري فيها ورفعها للقضاء إذا كان ثبتت الشكوك هذه والشبهات هذه اللي ترتقي مام حتى للجرائم. تبعنا في الأشهر الأولى، من بعد شنو صار؟ صار اللي ما فماش، تقول عليه ما فماش رغبة اللي باش الملفات هذه تمشي للقضاء. كما نقولوا صعدنا، كنا طرف صار مكتعرف في أوائل جوان 2020، صارت خطوة تصعيدية وهي تكوين جبهة الإنقاذ اللي هي فما فيها كونت من خلايا، كونت من الجمعيات المحيطة بالنادي الإفريقي، وعن طريق الجبهة هذه مشيت أنا مثلت الجبهة هذه عن للوزارة الشباب والرياضة وقابلتهم وقتها زادة كيف حاولت مع تنحرك الملفات هذه. واليوم مع تقول عليها في النادي الإفريقي، فما النادي الافريقي الهيئه نتاعو ما تحبش تطبق القوانين، وحتى اللي كان فما معناتها كما نقولوا احكام قضائيه تقول عليها الاحكام القضائيه، حتى حد ما يحب الناس تنفذها على النادي الافريقي، خاصه في فتح باب الانخراط، خاصه في استكمال المسار الانتخابي. معناتها هوني معناتها تقول علينا في بلد لا قانون، خساره معناتها. علاش ما نطبقوش القانون في البلد هذه؟ علاش ما نطبقوش كيف الاحكام القضائيه؟ بلكش سي قيس، ملف فارغ معناها، فيش ايدينا معناها ولا حاجه. الملف شو هي؟ الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد تتحرى في الملفات هكا ولا ثم ترفع للقضاء. انا اقول اذا كان انت الملف، انا ملف نتاع الكاميرونيين ولا ملف نتاع تنظيم ماتش فيرونا ولا ملف نتاع كيما نقولوا ملفات اخرى نتاع الساها كوين، فهمت؟ هذوما ملفات معناتها انا شو نقول معناتها اللي فما ملفات فيهم شبهات فساد، علاش ما صارتش التحري فيهم؟ فهمتني؟ ملف الكاميروني معناتها شبهه فساد قد تقيل الجريمه، فهمت؟ معناتها انا ماهيش خدمتي انا باش نقول معناتها خدمه هذه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، وحتى ما رجعتلناش زاد كيف شنو صار مآل الملف هذا. باهي، نهايه الشوط الاول في مقابله الاتحاد المنستيري المتقدم 2-0، دونك اضاف الهدف الثاني للاتحاد بواسطه الياس جلاسي، مخالفه كانت اصطدمت بالجدار وغلطت الحارس 2-0 الاتحاد المنستيري قدام اهلي طرابلس الليبي. باهي سي قيس، شنو موقفكم اللي صاير اليوم في النادي الافريقي؟ تقريبا سخن شويه الاجواء بين الاحباء ورئيس النادي، ممكن فما شكون مشى للدار وفما شكون اليوم وقف حصه التدريبات، شنو موقفكم اللي صاير هذا وشنو موقفكم اللي قاعد يعمل فيه الاحباء؟ نحن متمسكين بالمطالب نتاعنا اللي هو رحيل الهيئه هذه مع احترام القانون. معناتها نحترم القانون عبر استقاله ثم المرور الى جلسه عامه تقييميه فيها تعرف فيها القوائم الماليه، ثم زاد كيف استكمال المسار الانتخابي واحترام القانون الاساسي للنادي الافريقي. الموقف نتاعنا اذا كان انت ما تطبقش القانون هكا ولا؟ معناتها كلي معناتها انا شو نقول، نتفهم بعض الجماهير اللي هي باش تتشنج وباش تمشي معناتها كلي الى حكايات اللي احنا لا ندعو اليها، ماذا بينا معناتها الامور تصير، العمليه تصير بسلاسه مع المحاسبه لمن اذنب في حق هذا النادي وتلاعب بالمصالح نتاعو. هذا هو. معناتها نحترم القوانين، اما اللي غلط يا خويا اللي عمل حاجه باهيه نشجعوه، واما اللي غلط ماذا بينا معناتها اللي غلط لازم كيما نقولوا يتحاسب حسب القانون. كل يوم تطورات جديده في النادي الافريقي، تقريبا اليوم وثيقه مسربه على مواقع التواصل الاجتماعي حول
اكدت ممكن الكلام اللي قاعد يتقال منذ مده حول عوده مجدي الخليفي من جديد للنادي. شنو موقفكم كرابطة الاحباء انتم من هذا، خاصه انه نعرف اغلب الاحباء رافضين اسم مجدي الخليفي في الهيئه، وخاصه انه قدم استقالته واكد انه باش يستقيل من الهيئه. هو هذا ما يميز النادي الافريقي في المرحله هذه السابقه، اللي هو العشوائيه في التشهير، اللي لازمك تعرف اللي مش كان السيد هذا معناتها استقال ثم رجع، الكاتب العام استقال ثم رجع، فما معناتها ناس اخرين في الهيئه استقالوا ثم رجعوا. الموقف نتاعنا لازم القطع مع العشوائيه هذه، فهمتني، ولازم الناس هذوما كلها ترحل وتمشي على رواحها، فهمت، هذا هو معناتها الموقف نتاعنا. هاك علاش احنا معناتها كلمه مسكين بالمطالب نتاعنا اللي هي رحيل هذه الهيئه. جلسه عامه تقييميه تصمت اليوم بعد جلسه عامه انتخابيه سابقه لاوانها، ثم محاسبه من اذنب ومن اخطا في حق النادي، سواء كما نقولوا بسوء نيه او حتى عن جهل في الاجراءات. باش تكون فما حاجه في الايامات القادمه، خطوات تصعيديه ولا؟ في الايامات القادمه مرابط الاحباء. نحن اول حاجه نحن ندعم معناتها المسار كما نقولوا نتاع المحامين اللي هما قاعدين يدافعوا على مصالح النادي الافريقي، باش كما نقولوا يدفعوا الجامعه باستكمال المسار الانتخابي. للمعلومه نحن كرابطة أحباء النادي الافريقي طلبنا، عملنا طلب للجامعه وقت اللي هي حلت باب الانفراد، باش نحن نراقبوا كجمعيه في المجتمع المدني، باش نراقبوا عمليه بيع الانفرادات باش ما يصيروش تجاوزات. المشكل الجامعه لم ترد علينا وتقول عليها فما نيه من الجامعه زاد كيف باش ممكن ما تستكملش المسار، ولا ما فماش باش ما تكونش مراقبه للمسار الانتخابي ثم وزاد كيف عمليه بيع الانفرادات. يقول قايس مصلحتها الجامعه باش ما تستكملش المسار الانتخابي، وعلاش ما حبتش تخلي مراقبين من المجتمع المدني؟ ما نعرفش نسأل فيك أنا، كيفاش نية قراءتك أنت؟ أنا شو نقول، أنا إذا كان أنا القراءة متاعي من بعد، إذا كان أنت عندك في القانون الأساسي عندك البند 28 الفقرة الثانية منه تقول إذا كان ما تقدمت حتى ليستة لازمك تمشي، معناتها تحل الباب الانفراد ثم تحل باب الترشحات مرة أخرى في غضون شهر أو شهرين، علاش ما عملتوش؟ واضح. هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك سي قايس على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. دونك كان هذا قيس خنفي رئيس احباء النادي خرابيط احباء النادي الافريقي، اكيد تصريح كامل تلقاوه في شكل فيديو على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس سبور. بعد شويه باش يكون معنا سامي العروسي نحكيو معاه على مقابلة ترجي اليوم في الشامبيونز ليغ ضد اهلي بنغازي الليبي، كيف باش نمشيو للباجه وين موجود زميلنا علي توكيبري، نتبعوا معاه شنو صار في الشوط الاول من مقابله الاولمبي البيجي.